مرحبا، اليوم بدنا نشوف Resident Evil 7. طبعا اول شيء بتشوفه بهي الجيم انه ما في بالبداية Resident Evil 7 هيك المفروض كانوا يحكوا، لانه كل الاجزاء تبعها هيك. anyway الفكرة تبع الجيم هالمرة تحولوا الجماعة للفيرست بيرسون اللي هو مثل Outlast و Alien Isolation و Amnesia والقصص هذول. التحول هذا هو فعليا عملوه لسبب اساسي اللي هو انه بدهم يحاولوا يعملوه على، او مو بدهم يحاولوا، هن فعليا عملوه على البلاي ستيشن في ار. طبعا لحد هلا ما طلع على البي سي الفي ار، بس موجود على البلاي ستيشن. طبعا الريزولوشن اقل بكثير من هون، لكن بيقولوا انها حلوه. انا ما جربت على البلاي ستيشن صراحه، انا لعبتها بس على البي سي. المهم شو هي الجيم؟ الجيم هو انت واحد اسمه ايثن بمرته بتضيع بهذا المكان وبده يحاول ينقذها. اوكي، مثل ما كنتم شايفين الجرافيكس كتير ظابطه معهم، كتير حلوه يعني. الجماعه تعبرين على الديتيلز كتير، في طبعا كلها لوح واشياء، وهذا صارت اللعبه يعني جزء منها سيرفايفل هورر وجزء منها ادفنتشر جيم. طبعا في عندك كمان هون الانفنتوري تبعك، فيك تاخذ هون اغراض تعمل كومباين للقصص لحتى مثلا تطلع دواء قوي او لحتى تطلع شو بيسموه هذا رصاص والى اخره. المهم هلا الفكره اني انا رحت جبت شغلي وبدي احاول اني اروح حل الالغاز. الجزء الاول من Resident Evil كان في كتير هيك انك تاخذ غرض وتحطه مدري وين وتظبط وكذا، تقريبا نفس الشيء هون، بس الفرق انه فيرست بيرسون. اوكي، طبعا في معك اسلحه. هلا حد هلا انا صرت مطلع السكينه ومسدس وفليم ثرور. هلا بدي روح انزل على البير اللي طلعت منه مشان روح حط كمل شو اسمه اللغز اللي كنت بدي احاول امرق منه. انا ما بدي اعمل كتير سبويلرز، بس اللعبه الانترستنج هون انه امبريلا كور ما لهم ظهور حاليا لحد هلا بالجيم. هلا ما بعرف هل انه حيطلع ولا لا، بس الانميز هون هنن عيله بهذا البيت محل ما لنا قاعدين نحن، وهي العيله طبعا بصير معهم اشياء. طبعا ما حاحكي كثير كمان عشان ما انسى. هلا هل هي لعبه رعب؟ ايه، بتضل احسن من 6 ومن 5. على الاقل فيها لحظات عن يعني انه بتنقي، مو بتنقي زلا، في شيء بينقز وفي شيء بيرعب. بيرعب يعني اللي هو انه مثل اللي بيكون ودا انه شو عم بصير. اوكي، في من هدول. لا 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 اطلع. اوكي، اظن من هذا الباب. اها، وين كان؟ يمكن من هون. في باب بتحط عليه، بتحط عليه، يا سلام، مثل هذا. ايوه هيك هيك، يس. اوكي، طبعا انا هلا حصته ورحت وجبت هاد مشان اني حل اللغز اللي هو حي المفروض انه يفتح الباب. حلو، انا متاكد انه بالفي ار حتطلع كثير شغله. في كثير من السكيرز اللي معموله خاصه الجمب سكيرز. انا ما بقول اللعبه كلها جمب سكيرز، بس مليانه ايه معموله على اساس انها تشتغل على الفي ار. واو، اوكي، اهلا. My family, my family, my family, Evelyn. ماشي. في شيء هون؟ لا لا لا. اوكي. التحكم فيها كثير منيح. هلا بشكل عام البيسنج بالجيم اللي هو يعني تسلسل الاحداث، كيف سرعة تسلسل الاحداث وهيك جيد جدا.
مرات كثير اذا لقيت شغله مثل هاي ندور فيها منيح بجوز تلاقي اشياء مخباية وهيك. نفتح هذا الباب لنشوف شو حيطلع لنا. اوكي في هنيك حشرات وضوء. ماشي طبعا. اوكي هلا المفروض يطلعوا لي من المونسترز اذا عاده لما يكون هيك فات على هيك مكان. يس اوكي something is wrong with her. يس 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 اطلع دود. حلو اوكي. فاللعبة اول شيء يعني البيسنج تبع يعني بطيء بس كويس. ال ال اورايت they can't stay away. هذا البيت في شيء هون على التخت؟ لا البيت مثل عم لكم يعني الستوري حلو تغيير شكل عن العاب الاكشن اللي كان اللي صارت بريزدنت ايفل زمان. حلو في شيء هون اهلاك. اهلا اهلا اهلا. اوبا هات لنشوف ناخذ ايده. في سبب ليش عم باخذ الايد بس ما حقلكم اياه. اهلا. في كان بنت واقفه هون. انا متاكد هذا الباب حيصير شيء وراه. يس لما بتلعب جيمز قدي اي داي. اوكي هدول المونسترز، هدول معظم المونسترز اللي بيطلعوا لك. مو هدول اللي بيسلوا، هدول عبطة شوي. مع الوقت بصيروا مملين. بس مع الوقت بصيروا مملين، بس في عندك اللي هن البوسز أو اللي هن العيلة البيكر فاميلي. هن اللي فعلياً بتلاقيهم بيعملوا أشياء. هاي 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 هاي. بس ايش ترجع تقوم. اوكي وب وب. هل مستاهل الواحد يلعبها؟ اذا انت بتحب العاب الرعب وريزنت ايفل يس، واحده من احسن العاب ريزنت ايفل بصراحه. يعني اذا بدك في ناس يعني فيك تقول من احسن ثلاث العاب مع ريزنت ايفل 1 و 4. او بوي تاع ايه 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 ايه. ليك شلون الدخنة اللي طالع من المسدس كيف؟ الجماعة اشتغلوا منيح. فيك تعمل بلوك. اظن انه صار فينا نطلع.
هلا في سيف هاوسز، سيف هاوسز فيك تروح عليها اهلا هاي زوي، انت حكي كل شوي. يب هلا في لما تقاتل البوسز اكشن حلو، لما تقاتل الفاميلي الاب والام وهذا الولد تبعهم وما بعرف شو، فيها اكشن كتير 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 مرتب. رح انزل لتحت واطلع من البير. بس طلع لي شيء بالطريق. اوب 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 الاتموسفير تبع الجيم شيء حلو كتير، من الالعاب اللي بتفوتك بالجو. بعدين مثلا طريقتهم بالمابس بتذكرني يعني صار مثل الالعاب هذول اللي خلينا نقول مثلا مثل دارك سولز، لما انت بتخلص مكان بعدين بيفتح لك شورت كات بتصير تقدر ترجع له. بعدين اللعبه فيها انك تروح ترجع نفس الاماكن. هلا ببعض الالعاب انك ترجع نفس الاماكن شيء ممل، هون لا، هون بترجع بتعمل شيء جديد. فبفتح لك البيت كله مع الحوش والجست هاوس ما بعرف شو، طبعا كله هون موجود. بصير بدك تستكشفه وتصير يعني بيعطيك مجال انك تستكشف وتتقدم. اوكي بشكل عام الجيم كتير 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 مرتبة، من احسن يعني العاب الهور اللي لعبتها حاليا من جديدا. طبعا مع اخر شيء كانت اللي هي Alien Isolation. هلا المفروض هي جوا تريلر فانا ما بدي اعمل سبويلرز، بس يعني المهم مثل Alien Isolation والقصص هي فعليا واحدة من العاب الرعب الحلوة. صحيح انت عندك مسدس وكذا، بس ترى المسدس بيخلص الاسلحة بتخلص، فبدك تدير بالك انت مرات بدل ما انك تقوس وتهاجم حتضطر انك تهرب. ما في كتير انه انا اني انا قاعد مثلا ما معي سلاح وهذا مثل اوتلاست انه طول الوقت بدك تتخبى، لا. بس في بعض الاماكن ايه، بس حتى بهدول الاماكن ما كتير بتطول، فما بتحس انك مليت وانه وبعدين مع هالشغلة لمين بدي يضل لأيمتى بدي يضل متخبي وما بعرف شو. المهم Resident Evil 7 كتير حلوة، بنصح فيها مزبوط. المهم شكرا كتير، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، ونشوفكم بعدين، سلام.